الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم. خلينا نبتديها على طول بالعلاقات المصريه القبرصيه في ضوء زياره الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس لمصر اليوم ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتابع هذه التصريحات من جريده اخبار اليوم، تصريحات خاصه للرئيس القبرصي لرئيس تحرير اخبار اليوم. علاقتنا مع مصر تشهد تعاونا قائما على الاحترام المتبادل، لدينا رغبة مشتركة وجادة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. زيارتي للقاهرة لها أهمية قصوى في تعزيز التعاون الثنائي. خلينا ناخد تعقيب على طول على هذا الموضوع، هذا الملف. معنا أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي. أستاذ خالد صباح الخير، أهلا بحضرك معنا. صباح الخير يا فندم، على كل المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني استاذ خالد، حضرتك شايف اهميه هذه الزياره ويعني وجودها في سلسله من العلاقات وتبادل اللقاءات والزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا رئيس قبرص سواء هنا في القاهره او في قبرص؟ طبعا كما حضرتك اشرت، هي تاتي في اطار سلسله من اللقاءات والقمم القبرصيه المصريه الناجحه والناجعه والتي يتم من خلالها الاتفاق والتنسيق على عدد كبير من الملفات وخصوصا ملفات منطقة الشرق المتوسط التي تعتبر الآن هي الهم الأكبر والأبرز على مستوى أوروبا والعالم العربي، وخصوصا بعد التفاهمات الواضحة والموجودة ما بين جسري العالم العربي والأوروبي سواء في مصر هنا كمعبر وكجزء أصيل من العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وترفضها علاقات جيدة وقوية مع أوروبا، أو أيضا قبرص أيضا تمثل دولة لها محوريتها وقدرتها على التواصل والتفاهم مع أوروبا وتمدد لجسور بين العالم العربي والعالم الأوروبي. وأيضا هذه اللقاءات تأتي على قمة التفاهمات الموجودة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي وأيضا رئيس الوزراء اليوناني، والتي يمثل المثلث القوي والكبير والذي نتج عن تفاهماته وتنسيقاته العديد والعديد من المصالح المشتركة للدول الثلاث، وخصوصا في ظل حالة يعني الفوضى التي كانت تتمتع بها المنطقة في ظل التدخلات التركية وفي ظل محاولات التدخل في شؤون قبرص أو اليونان. وجاءت القمم المصرية القبرصية لتضع حدا لمثل هذه الانتهاكات وتضع حدا لمفهوم العلاقات الدولية الواضحة التي تقوم على عدم التدخل في الشأن الآخر والحرص على تحقيق المصالح المشتركة من أجل شعوب هذه المنطقة ومن أجل إعطاء فرصة اقتصادية حقيقية للمنطقة تحقق النماء لكل الشعوب وتحقق الأمن والاستقرار، ومن ثم يعود الأمن والاستقرار على المنطقة بأسرها سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، ويتحقق السلم والأمن الدوليين المزمع دائما وأبدا تحققهم من خلال التفاهم والتنسيق والتشاور وتحقيق وتوفيق الرؤى وتحقيق المزيد والمزيد من المصالح. صحيح. طيب أستاذ خالد، يعني الحقيقة الرئيس القبرصي في تصريحاته أضاف أن زيارته لمصر اليوم سيكون لها أهمية قصوى لأن بيرافقه وزراء الخارجية والدفاع والتعليم والطاقة والتجارة والزراعة والبحرية، وذلك لعقد أول اجتماع حكومي على الإطلاق بين البلدين. يعني تعقيب حضرتك. طبعا بالتأكيد هي ستكون زيارة كبيرة ورفيعة المستوى وتحقق المزيد والمزيد من فتح الملفات الكبيرة والشائكة ما بين الدول وبعضها البعض، وخصوصا نحن نتحدث عن تهديدات أمنية وإرهابية في منطقة الشرق المتوسط ومصالح اقتصادية يجب العمل على حمايتها وإعطائها القوة الأمنية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية تحقق الغرض منها. أعتقد أن يعني الزيارة التي يتزم القيام بها اليوم والقمة المرتقبة أيضا والمباحثات التي تجرى في الغرف المغلقة ستكون من أولوياتها دائما وأبدا، كما ترتقي مصر كما ترفع شعار دائما المحاربة ومجابهة الإرهاب والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وأيضا تحقيق مصالح الشعوب، ومن ثم أعتقد أن النتائج المرتقبة لهذه القمم وهذه المباحثات ستكون في لب وفي أهمية وفي إعطاء المزيد من
الرخاء والتقدم والاستثمارات في هذه الشعوب. أكيد أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأكيد مشاهدينا على شاشة النيل الأخبار هنكون معاكم في تغطية ومتابعة لهذه الزيارة المرتقبة اليوم للرئيس القبرصي والقائد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نروح معاكم لموضوع آخر في جريدة الأهرام الصفحة الأولى، وبنتكلم عن أسعار السلع والخدمات، تيسيرات جمركية جديدة لخفض أسعار السلع والخدمات، خدمات التوسع في الحلول التكنولوجية لزيادة حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. بعض تفاصيل هذا الخبر، اكتملت المنظومة التشريعية للجمارك بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتي بدأ العمل بها من الأول من سبتمبر الحالي، بما يسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة وتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار. يعني أكيد خبر بيهم أكيد المستهلك المصري، وأكيد كمان بيسهل عملية الاستثمار. خلينا نروح معاكم لملف الصحة وأزمة فيروس كورونا واللقاحات الحقيقة، ويعني ما يستجد في ملف اللقاحات تحديدا المضادة لفيروس كورونا، خصوصا أن مصر حريصة على أنها تحصل على أنواع مختلفة ومتعددة من لقاحات فيروس كورونا طبعا المعتمدة. من جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى فيها هذه العناوين: مصر تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح جونسون، روسيا تدعو لعدم تسييس قضية المنشأ والاستعداد لجرعة التحصين في أمريكا. وخلينا نتابع بعض التفاصيل عن هذا الموضوع. أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ترقب وصول الدفعة الثانية من لقاح جونسون جونسون المضاد لفيروس كورونا مساء اليوم. وأكدت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع المواطنين. وعالميا طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم تسييس قضية البحث عن منشأ فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في مكافحة هذا الوباء. خلينا أيضا نروح لتعقيب على هذا الخبر، معانا دكتور محمد المنيسي أستاذ البطنة والجهاز الهضمي بطب القصر العيني. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور محمد، يعني بنتحدث عن لقاح جونسون وشحنة جديدة من هذا اللقاح في ظل أيضا الحديث عن بداية بالفعل ودخول مصر بالفعل في موجة رابعة، يعني كيف تقيم الوضع وكيف تعمل هذه اللقاحات على التصدي لموجة رابعة من فيروس كورونا أو متحور جديد كما يسمى؟ الحقيقة احنا النهاردة العالم كله بيواجه متحور جديد اسمه دلتا بلس، وده نتيجة استمرارية وجود المرض وانتشاره من شخص الى شخص. التحور يحدث حينما ينتقل المرض من انسان الى يعني او من مجموعة من الناس الى مجموعة اخرى. التحور يحدث في مع الانتقال في الموجة الثانية، وليس لذكاء الفيروس او لمحاولاته التغير، لكن هو ده بيبقى نوع من حاجة اسمها أنتيجينك شيفت ودريفت. ده طبيعة الفيروسات اللي هي الانقسام الغير كامل الـ RNA viruses، وده حاجة ما يعني لا تعني المواطن العادي. ده زي اللي بيحصل للأنفلونزا، وبالتالي الوسيلة الوحيدة للسيطرة والقضاء على أي جائحة في العالم أو فيروس ليس العلاج الحقيقة، هو الوقاية، والوسيلة الوحيدة هو التطعيم. وفي حال تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية نستطيع نقول أن التحورات دي هتخمد وهتقل جدا تماما، أن مش هيبقى فيه فرصة للانتقال أو مش هيحدث
الشيء ده داخل الجسم. مهما كانت شدتها دكتور محمد، يعني الحقيقة في عدد من المتحورات أطلق عليها أسماء مختلفة، طبعا الحروف اللاتينية، في عندنا المتحور مو، وده يمكن بيوصف أنه هو مثير جدا للقلق ويمكن خطير. التحورات في كثير منها بتبقى أكثر انتشارا وأقل دراوة، وبعضها أكثر دراوة، وليست وشدتها تتعلق بالمناعة الجسدية وطريقة تعرف الجسم على هذا الفيروس الجديد والتعامل معه من الناحية المناعية. احنا عندنا أربع أنواع من المناعة في الجسد: المناعة المكتسبة اللي هي ما تجيش إلا عن طريق التطعيم، المناعة اللي هو يعني زي احنا ده النوع الأول، يعني ده يأتي بعد التطعيم. في نوع تاني من المناعة لما مريض يمرض ويكون أجسام مناعية، نحقن احنا شخص آخر لا يستطيع تكوين هذه الأجسام المناعية بالأجسام المناعية الأخرى، فهو بياخد مناعة جاهزة. أو بعد مرض 70% أو تطعيم 70%، فبناخد المناعة الثالثة اسمها مناعة القطيع أو المناعة الذاتية الإنيت إميونيتي. ده النوع الرابع من المناعة، وهذه المناعة لا تتعرف على المرض، دي تتعامل مع أي فيروس أو أي مرض أو أي جسم غريب بشكل يعني واضح. ودي مجموعة من البروتينات ومجموعة من الخلايا، ويعني مجموعة كبيرة جدا. دي احنا بتبقى يعني من تاريخنا بتبقى واخدين هذه المناعة، يعني جدنا هو يعني. طيب دكتور محمد، بالنسبة للأطفال يعني، واحنا يعني خلاص مقبلين على العام الدراسي الجديد بالتزامن مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا، يعني النصايح اللي حضرتك بتواجهها الأطفال لأولياء الأمور ازاي يحافظوا على أطفالهم، خصوصا ان احنا كمان بنسمع انه الموجة الرابعة دي تحديدا او المتحورات الجديدة بتصيب الأطفال بشكل خاص؟ كل فيروس كورونا بكل متحوراته أو بالوايلد تايب الأساسي بيصيب الأطفال، لكن الأطفال بتبقى عندهم المشاكل أقل دراوة، المضاعفات أقل دراوة. واحد كل 100 ل 250 طفل هو ده اللي ممكن يخش في المراحل الشديدة أو حتى مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا؟ حتى مع جميع المتحورات حتى الآن، لكن في الكبار واحد كل 100,000 أو 10,000 ل 100,000، فده النسبة في الكبار أكتر دراوة. حتى الآن لم يتم تطعيم الأطفال أو لم يسمح بتطعيم الأطفال إلا في نوع واحد عند سن 12 سنة فما فوق، لكن معظم التطعيمات لا تعطى قبل سن 18 سنة. إحنا مصر بذلت جهود عظيمة جدا للسيطرة يعني على هذا الفيروس منذ بداية الجائحة، وأداءنا كان كله حكيم ومحسوب، وأداء وزارة التعليم يعني كان عظيم جدا الحقيقة مع وزارة الصحة. فما فيش خوف على الأطفال، لكن لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية حتى لو تم التطعيم. الدولة النهاردة بتبذل مجهود قوي ولن تسمح بوجود أحد المدرسين أو أحد أي حد في الجهاز الإداري أو الفني للتعليم إلا إذا كان تم صحيح التطعيم. يعني صحيح، وفي النهاية أكيد بنتمنى السلامة، ويعني أنه يكون عام دراسي آمن لكل الطلاب ويعني أولياء الأمور والمدرسين، وأنه تمر هذه الأزمة على خير. دكتور محمد المنيسي، أستاذ البطنة والجهاز الهضمي بالقصر العيني، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بنروح معاكم لملف التعليم، بنتكلم عن تنسيق الثانوية العامة من جريدة الجمهورية. هذه العناوين: 120 ألف مكان بالكليات لطلاب ثالثة تنسيق، الزراعة والحقوق والأداب والتجارة والتربية النوعية والرياضة في المقدمة، 153 ألف طالب بيؤدوا اليوم ملحق الثانوية العامة. طبعا مزيد من التفاصيل موجودة في جريدة الجمهورية. نروح معاكم لجريدة أخبار اليوم صفحة 12، والجامعات والكليات والتخصصات الجديدة تحت هذه العناوين: مصر تعيد صياغة منظومة التعليم العالي، 232 كلية جديدة منها
100 كلية حكومية، الهندسة النووية والفيزياء الحيوية والنانو تكنولوجي أهم البرامج الجديدة. بنروح معاكم لجريدة الأهرام الصفحة السادسة، يعني شأن الدولي، طالبان تكشف عن حكومتها الجديدة اليوم، أمريكا ترفض تخفيف العقوبات، والصين تدعم الحركة وحشود تاجيكية على الحدود. من جريدة الأهرام الصفحة السادسة أيضا، أديس أبابا إغلاق السفارات ليس قطعا للعلاقات الدبلوماسية، الأمم المتحدة حصار تجري يدفع الملايين إلى المجاعة. وبنروح معاكم إلى جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى والشأن المحلي مرة أخرى، الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليهود، ورش مكثفة لفريق العمل من الوزارات المعنية وإتاحة البيانات عبر منصة النافذة الواحدة. وأخيرا في المصري اليوم أيضا ولكن في الصفحة الثامنة، الإصابات تربك حسابات البدري قبل مواجهة الجابون، المنتخب يخوض المران الرئيسي اليوم في ليبربيل، صلاح ينضم للبعثة والجهاز الفني يطالب اللاعبين بتحسين الأداء. وخلينا نروح يعني تعقيب على هذا الخبر تحديدا، معانا أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. أستاذ طارق صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني استاذ طارق، حضرتك شايف مستوى منتخبنا يعني منتخبنا الوطني ازاي، ويعني توقعاتك ليه في المباراه القادمه؟ الحقيقه طبعا المنتخب المصري هو احنا دايما بنحب الاداء، بنحب ان احنا المنتخب يظهر بقوته مش بهذه الطريقه، لكن احنا في مرحله المجموعات دي بنعتمد فيها على جمع النقاط وعلى ان احنا نتصدر هذه المجموعه حتى نصل الى المباراه الفاصله. فزنا في المباراه الاولى مع انجولا 1-0، صحيح الاداء كان سيء صحيح، لكن المهم ان تحصل على 3 نقاط، الجابون نحصل على 3 نقاط حتى نتصدر هذه المجموعه، خاصه ان انجولا ستقابل ليبيا التي تتصدر المجموعه الحاليه بفارق الاهداف بالطبع. فالان احنا في مرحله المجموعات التي نجمع فيها نقاط بعيدا عن الاداء، بعيدا عن هذا الشكل اللي ظهر به المنتخب، المهم ان نصل الى المباراه الفاصله لكي نصل الى كاس العالم في قطر 2022 ان شاء الله. مواجهه الجابون، مباراتنا مع الجابون هتكون مباراه صعبه ام متعادله ام سهله؟ كل الفرق اللي احنا بنقابلها هتكون مباريات صعبه وليست سهله. الفرق الأفريقية تتطور الآن وأدائها ومحاولاتها الهجومية تصبح أكثر، عدد محترفيها يصبحون أكثر، فبالتالي كل المباريات، وإحنا شفنا أنجولا يعني عملت أكثر مننا تمريرات، عاملة 406 تمريرة في حين إحنا عاملين 300 تمريرة، عملت أكثر من 28 عرضية في حين إن إحنا عملنا 8 عرضيات. الأداء والتحكم في الكرة ومحاولات التهديف عند هذه الفرق بتبقى اكتر، فبالتالي كل المباريات حتى مباراه ليبيا ستكون اصعب. يعني البعض يستسهل المنتخب الليبي، لكن المنتخب الليبي الشقيق طبعا قوي جدا، ادى مباراه قويه امام الجابون، الجابون لن تصمت بالطبع، ستحاول تعويض خسارتها كما ستحاول انجولا امام ليبيا ان تعوض خسارتها. فكل المباريات القادمه بالنسبه للمنتخب المصري على درجه كبيره جدا من الصعوبه. استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمه وفي مشواره حتى وصوله إلى المشاركة في كأس العالم. بكده مشاهدينا بكون انتهت جولتنا وقراءتنا في صحافة اليوم، أبرز العناوين الصادرة فيها. مستمرين معاكم في هذا الصباح وأول حواراتنا بعد الفاصل وموجز الأنباء، بنبتدي حواراتنا وموضوعاتنا مع حنان الخولي. ابقوا معنا.